مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. مجلس البحث العلمي ينظم حلقة عمل دولية حول التراث الثقافي والتنمية المستدامة. السلطنة تشارك في الدورة 22 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء المغربية. كوكبة من المصورين الضوئيين يفتتحون معرضا بكلية العلوم التطبيقية بصور. مرحبا بكم. بهدف حفظ وتوثيق مواد التراث الثقافي العماني والبحوث العلمية، نظم مجلس البحث العلمي حلقة عمل دولية حول التراث الثقافي والتنمية المستدامة. الحلقة ستعزز من دور التراث الثقافي في الثقافة المحلية، وتساهم في نشر وتسويق مواد التراث الثقافي المادي وغير المادي داخل السلطنة وخارجها. إن التراث الثقافي نتاج لفكر المجتمعات وروحها ومعتقداتها التي مثلت ضمن مراحلها المتعددة نواة الحياة وهيكل استمراريتها، ولهذا فإنه يشكل مجموعة من العلاقات المتشابكة والمتداخلة التي تمتد من الاجتماعي إلى الاقتصادي والسياسي، ذلك لأن التراث الثقافي يتأسس في تلك المجتمعات بوصفه رافداً للحراك التنموي المتغير بتغير المقومات البنائية فيها. التنمية المستدامة أو التراث الثقافي غير المادي يتقاطع في كثير من الأمور، ولن أعتقد أنه متى ما وجدت الآليات والبرامج الصحيحة لتوظيف التراث الثقافي غير المادي في التنمية المستدامة أو مشاريع التنمية المستدامة راح ولا شك يحافظ ويساهم في عمليات صون التراث الثقافي غير المادي. حلقة العمل الدولية في التراث الثقافي تتناول في طياتها 4 محاور حول التجارب الدولية والمشروعات البحثية في التراث الثقافي والتنمية المستدامة ومسودة استراتيجية برنامج التراث الثقافي العماني. بالنسبة للتنمية المستدامة والتراث الثقافي فهما عنصران متلازمان، وفي السياق المعاصر يتطلب وجود استراتيجية متكاملة واضحة المعالم بحيث توحد الجهود القائمة في مجال إدارة التراث الثقافي. الجانب الفني في التراث الثقافي يقوم بدور مهم في ترسيخ إنتاج البحوث العلمية، وذلك من خلال تحويل المعلومات البحثية إلى أعمال درامية. هذه الندوة كان هناك سؤال مهم جدا يطرح في حينه: ماذا سيكون بعد هذه الندوة أولا، ومن ثم ماذا سيحدث أيضا بعد أن يتم عملية أو أن تتم عملية البحث المستفيض في الجانب التراثي الثقافي من قبل الإخوة الأساتذة الباحثين المتخصصين؟ هل سيتم حفظ كل تلك المواد التي سيتم جمعها، سواء كانت منها المرئية أو المسموعة أو المكتوبة؟ وتشهد حلقة العمل الدولية للتراث الثقافي والتنمية المستدامة حضوراً واسعاً من الخبراء والمختصين في التراث والثقافة من داخل السلطنة وخارجها. ربط التراث الثقافي بالتنمية المستدامة واستراتيجية برنامج التراث الثقافي العماني موضوع مهم تؤكده حلقة العمل الدولية من أجل المحافظة عليه للأجيال القادمة. صالح بن حمد الحبسي، مسقط. متابعة لهذه النافذة الثقافية التي تستمر يومين لإبراز التراث الثقافي والتنمية المستدامة، معنا عائشة بنت حارب البحرية، باحثة بقطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية بمجلس البحث العلمي. أستاذ عائشة، مرحبا بك، وبداية لو تضعين كذا في الجو العام من خلال البرنامج العام لهذه الندوة، خاصة بعد الإضاءة الجميلة للتقرير اللي تابعناه قبل قليل مع صالح الحبسي. أهلا وسهلا أخي، شكرا جزيلا. نحن نسعى حقيقة في هذا البرنامج إلى زيادة الوعي الفردي والمجتمعي بأهمية التراث الثقافي
والذي هو دعني أقول هنا بمعناه الغير واضح لدى الكثيرين هو القيم والعادات والتقاليد والآداب التي تمثلنا، إلى إضافة إلى الفنون والحرف التقليدية وغير ذلك. نعم، أبرز الأوراق المطروحة أيضا حول التراث الثقافي من خلال هذه الندوة. بالنسبة للأوراق المطروحة في الندوة وحلقة العمل الدولية، هناك تسليط للضوء على تجارب ناجحة من بعض الدول مثل مصر وتركيا والبحرين وأيضا جمهورية بيليز، بالإضافة إلى سيكون في الغد توضيح لخطط بعض الجهات الحكومية المشتغلة في التراث الثقافي، من مثل وزارة التراث والثقافة، المتحف الوطني، وتوضيح دور مشاريعها وكيفية ربطها بالتنمية المستدامة. نعم، ماذا عن أيضا تراثنا الثقافي بهويته، نقول بين التوثيق والتسويق؟ التراث الثقافي فعل بحاجة إلى صيانته وبحاجة إلى جهود عظيمة من أجل تسويقه ومن أجل التوعية بأهميته للاستفادة منه كمصدر تربوي علمي وثقافي يخدم التنمية المستدامة ويخدم اقتصاد الوطن. فهنا يجب ونأمل من خلال هذا البرنامج أن نسلط الضوء على قيمته وقيمة التراث الثقافي وجدواه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. نعم، في إضاءة بسيطة من خلال أيضا الضيوف اللي تابعناهم في التقرير، السؤال ما بعد هذه الحلقة، حلقة العمل التي تعنى بالتراث، ما هي المتابعات القادمة؟ هل هي فقط جمع وتوثيق لمواد مرئية ومقروءة ومسموعة؟ حلقة العمل الدولية هذه جاءت ضمن برنامج بحثي يسعى إلى عمل وثيقة أو صياغة وثيقة يتم فيها تحديد ما نحتاجه في المرحلة القادمة من بحوث، وبعد ذلك نأمل أن نشرك الجهات المعنية في قاعدة بحثية واحدة، وذلك للتعاون من أجل إجراء دراسات علمية من أجل حفظ وتوثيق مواد التراث وإيجاد الآليات المهمة في ذلك. بحول الله، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة المسائية. كانت معنا عائشة بنت حارب البحرية، باحثة بقطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية بمجلس البحث العلمي. كل التحية. ضمن 45 بلدا و650 ناشرا شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة العمانية في معرض الرباط الدولي للكتاب بغرض مجموعة من الكتب العمانية، ضمن طبعا فعاليات الدورة 22 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية. وأكد سعيد بن سلمان المحرزي ممثل وزارة التراث والثقافة في المعرض أن المشاركة العمانية في المعرض الدولي تهدف إلى التعريف بما تزخر به السلطنة من تراث أصيل وثقافة عريقة لها في الماضي والحاضر. وقد تم رفض جناح السلطنة في المعرض بالعديد من الكتب في مختلف مجالات العلوم التي تنوعت بين الفقه والأدب والطب العلمي وأيضا علوم البحار والفلك، كما عرض الجناح مجموعة من مؤلفات الكتاب العمانيين وغيرها من منتوج العلوم والثقافة. حكاية عدسة، عنوان المعرض الثاني الذي افتتح بكلية العلوم التطبيقية بولاية صور، حيث جمع كوكبة من المصورين الضوئيين الذين استعرضوا ما التقطته عدساتهم من تفاصيل وجماليات الحياة العمانية. كما تضمن المعرض كذلك على جلسة تعقيبية لبعض الأفلام القصيرة للأخذ بيد الطلبة في الارتقاء بصناعة الأفلام وتنمية مواهبهم. هي الكاميرا التي التقطت هذه الصور الجميلة، والعدسة أضفت لمسات جمالية. الصور أحيانا تجعلك أكثر إعجابا ودهشة لروعة وبساطة ما تعبر عنه الصورة، فهي تختزل ألف معنى عما تصفه الكلمات عن حدث أو مشهد. ففي هذا المعرض، هذا ما روته حكاية عدسة بين أروقته،
سرد تفاصيلها طلبة كلية العلوم التطبيقية بصور في معرض للتصوير الضوئي. بعد ما طلعنا على الأعمال الموجودة في المعرض ما شاء الله شفنا إبداعات جميلة جدا من الطلاب وخاصة المشاركين، وأجمل حاجة عملت الكلية إن فتحت المجال للمصورين الهواة في الولاية. الطبيعة وحياة الناس والتجريد ثلاثة محاور رئيسية للصور المعروضة، تمكن من خلالها الزائر للمعرض قراءة تفاصيل ما تزخر به الطبيعة العمانية من جماليات وصور تحكي الماضي التليد لحياة الإنسان العماني، بالإضافة لبعض الصور التي تحكي مفردات جمال صور العفية. المعرض يضم أكثر من محور، محور التجريد، محور حياة الناس والطبيعة. طبعا شاركت في المعرض بصورتين عن تصوير حياة الناس. نادي الاتصال الذي هو منظم لفعالية حكاية عدسة بنسخته الثانية أيضا حاول أن يغطي الملتقى ويضمه بورش وندوات تعريفية وتعليمية للناس الحاضرين لهذا الملتقى. المعرض أتاح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الفنية بين المصورين المحترفين والهاوين، كذلك إكساب المشاركين المهارة والتنافس في مجال التصوير. من حكاية عدسة إلى محطة تراثية، حيث انطلقت في ولاية ثمريت في محافظة ظفار فعاليات سباق ظفار السنوي في نسخته 16 وسط مشاركة من مختلف محافظات السلطنة. يشمل السباق على منافسات في مسابقات المحالبة والمزاينة وسباق الهجن. ملاك الإبل ومربوها أتوا من مختلف ولايات السلطنة إلى ولاية ثمريت، والهدف هو المشاركة في سباق ظفار السنوي للهجن العربية الأصيلة، والذي ينظمه مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ممثلا في مكتب والي ثمريت وبدعم من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة. أما بالنسبة للمشاركة، احنا مشاركين من مناطق شتى، وهذا ما اعتدنا عليه سنوي، مشاركة المحالبة والمزاينة والركض، هذا كل ما اعتدنا عليه سنويا من جميع الفئات. فعاليات سباق ظفار السنوي تشمل على مسابقة المحالبة للإبل الأكثر إدرارا للحليب، ومسابقة المزاينة للإبل الأكثر جمالا وفق معايير محددة بمشاركة الإبل العمانيات الأصائل والحزام والضرائب من مختلف الفئات العمرية، هذا إلى جانب إقامة سباق للهجن في آخر يومين من أيام السباق. فئة الإبل المشاركة في المشاركة المحالبة فيها فئة البكير، فيها اللثنة وفيها الفطر، وفيها الضرائب، فيها البكير واللثنة والفطر، والعمانيات كذلك مثلا الفطر واللثنة والبكير. في نهاية فعاليات هذا السباق سيتم توزيع الجوائز على أصحاب المراكز العشر الأولى في كل شوط من أشواط مسابقات المحالبة والمزاينة، إلى جانب الفائزين أيضا في أشواط سباق الهجن. والله أكثر من العرب تقريبا ما عاد شاركوا، حمل 200 ريال من بلات مزيونهم، بلات ميتن، من بلات مقشن، ويوم تجي تحصل 100. وعلى كل حال احنا الكلام ذي بغانيها يوصل. المنافسات مستمرة والفعاليات متواصلة لسباق ظفار السنوي، الكل يسعى للحصول على مراكز متقدمة في مختلف المسابقات التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري. محمد بن أحمد السليمي المهري من ولاية ثمريت بمحافظة ظفار. أكثر من 100 شركة عالمية تشارك في معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث في مركز عمان الدولي للمعارض. المعرض وفي نسخته 3 ضم في أركانه أحدث التصاميم ولمسات العصرية التي يحتاجها المستهلك. 105 شركات محلية وعالمية شاركت في معرض التصميم والديكور والأثاث وبلمسات منتوجاتها العصرية زينت أركان وزوايا مركز عمان الدولي للمعارض. يعتبر من المعارض المهمة، خاصة وإحنا نشهد تطور في المجال العقاري، وهنالك العديد من
المشاريع سواء كانت مشاريع سياحية أو عقارية. من هنا يأتي أهمية التصميم والديكور. المعرض وفي نسخته الثالثة تميز بمشاركة واسعة من الشركات الأوروبية، فداخل هذه الغرفة شركة إيطالية أبدعت في تصنيع الخشب بتصميم يحاكي الحداثة والأصالة. هذه الزيارة الأولى لنا في عمان. أعمالنا هي من صناعة الخشب، حيث هذه اللوحة الخشبية عند مشاهدتها في المرة الأولى تجدها لوحة صماء، ويمكن التحكم بها بالجهاز الخاص وتضيء على هيئة أشكال ورسومات. احنا شركة المشاريع الكبيرة، شركة عمانية بالكامل. عندنا مواد أمريكية مستوردة من أمريكا، هي عبارة عن عجينة. هذه العجينة بإمكانك تكونها وتصير جرانيت أو رخام أو أي مادة ثانية سيراميكية. شابات عمانيات أبدعن في استخدام برنامج الأبعاد الثلاثية وتحويل الرسومات الورقية إلى واقع يشاهده المستهلك عبر الشاشة قبل تطبيقه على أرض الواقع. نقوم بتصميم البيوت، المنازل، المشاريع الكبيرة حكومية والمشاريع الخاصة، مكاتب، من الصفر لحد تأسيس المشروع كامل. تعددت الأعمال المشاركة في المعرض، فهذا الركن يتزين بالإضاءة الحديثة والذكية، وهذا الركن يتزين بالسجاد والأثاث الأوروبي والعربي، وبالمقابل ركن يختص بالأبواب الفولاذية والسيراميك والحجر الطبيعي. 105 طرق إلى عالم التصميم والأثاث والديكور يختزلها سقف مركز عمان الدولي للمعارض. يوسف بن سعيد، الرواحي، مسقط. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. أكثر من 80 مخرجاً وخبيراً في صناعة السينما ينظمون حملة لدعم السينما العربية في أوروبا. أهلا بكم من جديد. حضر أكثر من 80 مخرجا وخبيرا في صناعة السينما حفل إطلاق حملة ادعم السينما العربية في أوروبا الذي أقيم خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي. تهدف حملة ادعم السينما العربية والتي تم إطلاقها خلال مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015 إلى رفع الوعي حول الأفلام العربية الرائعة المتوفرة ورفع نسبة مشاهدة الأفلام العربية في صالات السينما. ويتضمن برنامج مهرجان برلين السينمائي الدولي لهذا العام مجموعة رائعة من الأفلام العربية المعاصرة من الشرق الأوسط والتي يتجاوز عددها 20 فيلما. حصد الفيلم الدرامي The Revenant 5 جوائز في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، بافتا أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل للأمريكي ليوناردو دي كابريو وأفضل مخرج لليخاندو غوانيس إيرانيتو. في ليلة تألق فيها نجوم السينما العالمية بمهرجان بافتا الإنجليزية، عاد القائمون على فيلم The Revenant إلى ديارهم بتكريم جديد، وكان للفيلم نصيب الأسد من الجوائز. وعلى البساط الأحمر تنافست نجمات الشاشة الفضية في استعراض فساتينهن التي حملت توقيع أشهر مصممي الأزياء، وذلك في آخر حفلات التكريم الكبرى قبل انطلاق حفل الأوسكار في 28 من الشهر الجاري.
ولا مع اسم الفيلم الدرامي The Revenant في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وحصد 5 جوائز أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل للأمريكي ليوناردو دي كابريو وأفضل مخرج لأليخاندرو غونزاليز إيناريتو. كما فاز الفيلم بجائزتي أفضل تصوير سينمائي وموسيقى في الحفل الذي أقيم في لندن يوم الأحد. مخرج فيلم The Revenant أليخاندرو إيناريتو: إنه شرف كبير لي، أنا سعيد للغاية لجميع القائمين وكل الممثلين وأفراد طاقم الفيلم ولجميع من جعل هذا ممكنا. والفيلم الذي يتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار هذا العام حصد بالفعل عدة جوائز في الموسم الحالي، ويجسد فيه ديكابريو شخصية هيوغلاس صائد الفراء الذي تعرض لهجوم من دب، ويقوم رفاقه بنهبه وتركه يواجه ظروف الشتاء القاسية، لكنه يستطيع النجاة ويعود لينتقم. فيما انتزعت بري لارسون جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم روما، بينما فازت كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم ستيف جوبز. وفاز مارك رايلانس بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم بريدج أوف سبايز. وحصد فيلم بروكلين على جائزة أفضل فيلم بريطاني. لا تزال السينما تحتفظ بدور بارز في مجال التسلية والثقافة، وذلك من خلال ما ينشر عن إيرادات شباك التذاكر خاصة في أمريكا الشمالية. السينما وروادها حافز مهم أثبت استمراريته للكتاب والمخرجين، وفي هذا السياق تصدر فيلم الإثارة والحركة ديدبول إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية حسب ما أظهرت تقديرات استديوهات السينما مساء أمس. وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته كل من رايان رينولدز ومورينا باكرين وجينا كارانو إيرادات بلغت أكثر من 135 مليون دولار. وتوقع متخصصون في صناعة السينما أن تقفز الإيرادات بنهاية اليوم إلى 150 مليون دولار، وبفارق كبير جاء في المركز الثاني ثالث أجزاء فيلم الرسوم المتحركة كونغ فو باندا، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته جاك بلاك وداستين هوفمان وأنجلينا جولي وجاكي شان، محققا إيرادات بلغت نحو 20 مليون دولار. واحتل المركز الثالث الفيلم الرومانسي الكوميدي How to be single، والذي يشارك في بطولته ريبل ويلسون وداكوتا جونسون وإليسون بري، محققا إيرادات بلغت قرابة 19 مليون دولار. وحل في المركز الرابع الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي زولندر، الذي يشارك في تجسيد شخصياته كل من بين ستيلر وبينيلوبي كروز وويل فاريل، محققا إيرادات بلغت 65 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الخامس فيلم ذا ريفينانت الحاصل على 12 ترشيحا لجوائز الأوسكار، والذي يشارك في بطولته كل من ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي، محققا إيرادات بلغت نحو 7 ملايين دولار. ختاما لمتابعتنا الثقافية لهذا المساء، هذه عادة لأبرز العناوين. مجلس البحث العلمي ينظم حلقة عمل دولية حول التراث الثقافي والتنمية المستدامة. السلطنة تشارك في الدورة 22 لمعرض الكتاب الدار البيضاء المغربية. كوكبة من المصورين الضوئيين يفتتحون معرضا بكلية العلوم التطبيقية بصور. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة مع المتابعات الثقافية في مساء الغد. هذه تحية مسائية عبر عمان الثقافية. إلى اللقاء.